ليسون 4 هنتكلم فيه على البيج سيتي انفايرومنتال بروبلمز، على البروبلمز اللي احنا كهيومن بنعملها في الانفايرومنت اللي احنا عايشين فيه. يلا يا فريدة، بيقول لك put right in front of the big picture that show environmental pollution. حط لنا right على الصورة Okay. اللي فيها pollution. First one. ماشي، وايه تاني؟ Third one. و third one، برافو عليك. هنا في pollution طالع في الاير، وهنا في pollution نازل في الوتر. قال لك يا سيدي we will study that fossil fuel have negative impact in big cities. انت درست الفوسل فيول اما كان بيعمل لك حاجات حلوة، صح؟ تعالى بقى خليك تدرس الفوسل فيول اما يعمل لك negative effect او negative impact في السيتي اللي انت عايش فيها. قال لك where the increase of people's need and their industry and agricultural activity cause pollution problem. الاندستري الصناعة والاجريكالتشر الزراعة كل ده بيسبب لك pollution problems كبيرة around the world في العالم كله. تعالى بقى نعرف ايه هي البوليوشن اللي حصلت. قال لك some causes of pollution in big cities. ايه هو البوليوشن بقى ده؟ قال لك number one smog produced from burning of fuel polluted the air. انت ما في مصنع بتمسك الفيولز اللي هو الفوسيل فيول ده تعمله بيرنت عشان تعمل منه generating electricity، فبيطلع منك من البيرنينج ده سموك، دخانة. فالدخانة دي لو انت ما قدرتش ان انت تحجم الطلوع بتاعها للاير وطلعتها في الاير اللي الناس بتتنفس منه، فانت كده عملت بوليوت للاير. طب حد يجي يقول يا مستر بنودي السموك ده فين؟ قال لك ان هم المفروض يمسكوا السموك دوت يجيبوا له مكان كده كبير شوية يبدأ يمتص السموك دوت من الاير، بدل ما يحطوه في الاير لا يدخل للمكنة الغالية دي ويبدأ يحوله لحاجة تانية مفيدة. بس هما طبعا بيسترخصوا، بدل ما يروحوا يشتروا مكنة مثلا بمليون او 2 مليون، لا ليه، ما احنا نطلعه في الاير ببلاش. فدي الفكرة، ان هما بيسترخصوا ان هما يطلعوا الحاجة اللي بتعمل بوليوتد للاير او ينزلوها للود. طيب ايه تاني؟ قال لك البستيز اللي هي المبيدات الحشرية اللي بيرشها الفارمرز على المحاصيل اللي هو بيزرعها أو البلانتس، فقال لك ده carried into water، بتتنقل للwater canals اللي موجودة جنب البلانت، وده في الآخر بيأدي لك pollution للسويل وpollution للwater. انت كمزارع كفارمر ليه تحط مبيدات حشرية أو بيستيدز على البلانت اللي انت بتعمله؟ هيقول لك عشان ما يجيش عليه الدبان ياكله ولا ما اعرفش ايه ياكله. هقول لك ماشي، ما انت ممكن تعمل ده ان انت تخلي بالك من الزرع بتاعك، ولكن لما انت ترش بستيت على البلانت اللي انت زرعته وانا هيومن اجي اكله، فانا همرض وهيكون عندي امراض كتيره. في نفس الوقت انت كده عملت بوليوشن للسويل والووتر اللي انت بترش فيهم الماده الوحشه دي، فانت ما ينفعش تعمل كده، او انت كمزارع ما ينفعش تعمل كده. طيب ايه تاني؟ قال لك الكيميكالز used in many factors. انا كفاكتورز لو انا صاحب مصنع فانا بستخدم انواع كيميائيه كتيره من المواد. المواد الكيميائيه دي لو انا جيت رميتهم في الووتر او جيت طلعت السموك بتاعهم في الاير، فده برضو هيسبب لي بوليوشن، بالذات بقى لو الفاكتوري بتاعي دوت قريب من ارض زراعي. هو كده هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي بوليوشن للسويل القريبه منه، كمان هيعمل لي بوليوشن للووتر. يبقى انا بدل ما اجيب حاجه غاليه تمتص لي السموك، لا انا استسهلت طلعت السموك او الدخانه الوحشه ديت في الاير، وانا بستخدم جوه المصنع كيميكالز كتيره قوي، فده مسبب لي بوليوشن لكل المحيط بالفاكتوري بتاعي. يبقى انا لو انا استسهلت في حياتي وعملت الحاجه السهله بدل ما اروح اشتري حاجه بفلوس وابدا ان انا اعمل بيها الشيء الصح، فبعمل الشيء الغلط عشان ما ادفعش فلوس، وده شيء مش محبس خالص ولا ينفع ان احنا نعمله. قال لك يا some effect او impact of air pollution on humans health. Humans health. قال لك يا سيدي انت كهيومن مش انت اللي بتعمل البوليوشن، انت كمان بتتاثر بيه.
يعني انا اكون انا اللي عامله مثلا مصنع، والمصنع ده بيلوث الهواء اللي حواليه، واروح انا تعبانه جايلي حساسيه جيوب انفيه مثلا، حساسيه صدر بسبب ان الهواء ملوث. فانا كده بضر نفسي في المقام الاول، وبضر الناس اللي حواليا، وبضر العالم كله، مش بضر بس حته صغيره، لا ده انا بضر العالم كله، ان الاير ده بيروح لكل الاماكن الموجوده على ايرث بلانيت او كوكب الارض. قال لك اول حاجه اللي سموك فروم كارز، الدخان اللي طالعة من العربيات cause irritation of human eyes، بتسبب حساسية العين وحساسية اللونجز بتاعتك كمان ليك انت كهيو. يبقى انا لو عندي كار عربية لازم احط لها نوع جازولين كويس مش نوع رخيص، عشان النوع الرخيص ده هيطلع لي سموك، والسموك هيعمل لي irritation في عيني وكمان irritation في اللونج بتاعتي. يبقى انا كده استرخصت مثلا بجيب متر البنزين ب9 جنيه بدل 12 جنيه، بس اروح اصرف على نفسي بالمية والميتين والتلتمية عند الدكاترة عشان اعالج الاريتيشن. انت كده ما عملتش حاجة، انت كده بتضر نفسك في المقام الاولاني. طب ايه تاني؟ قال لك الساينتست هاف فاوند ذات السموك از فول اوف سمول بارتيكلز. العلماء اما جم يدرسوا ليه السموك ده اما بيدخل جوه جسمنا بيعمل امراض كتيرة، لو ان السموك ده بيتكون من سمول بارتيكلز، جزيئات صغيره جدا. اول ما انت كهيومن تعمل بريس للسموك دوت، تلاقي الجزيئات الصغيره بتاعته دي دخلت في اللنج بتاعتك، وبدات تقعد جوه اللنج تعمل كوزنج دامج اوف تيشوز، تدمر لك الانسجه اللي موجوده جوه الريسبيراتوري سيستم بتاعك. يعني عملت لك الريتيل ذا لونج، عملت لك حساسيه في اللونج، وكمان عملت لك دامج، وعملت لك دامج في الريسبيراتوري سيستم كله. يبقى انا كده بدل مثلا ما ادفع 20 30 جنيه زياده في البنزين بتاع العربيه بتاعتي، لا انا رحت دفعت 500 600 جنيه علاج وبرشام وكشف بسبب ان انا استرخصت في البنزين. عشان كده اي حد عنده عربيه او والده عنده عربيه لازم ان هو يحط نوع بنزين كويس في العربية عشان ما تطلعش سموك، والسموك ده يبدأ يأثر علينا تهيؤ. ماشي يلا نحل. يلا يا فريدة، يا فريدة حل صح؟ يلا يا آدم. Hi, names. Smoke from cars causes irritation of humans' lungs and eyes. برافو عليك، eyes and lungs. يلا يا سلمى. Miss A و A Miss. اهو كتبتها eyes and lungs. يلا يا سلمى اقراي نمبر 2. Okay. Burning fuel product Burning fuel produces a not which value I believe the طيب ثانية راحت. ما بنولع في الفيول بيطلع منه ايه؟ بليوشن ثانية ما بتولعي في حاجة عموما بيطلع منها ايه؟ مش يعني ما تلاقي حد مولع في زبالة كده بتلاقي طالع منها ايه؟ سموج صح؟
دخانة، سموج. ممكن صح ماشي، السموج ده بيعمل ايه؟ بوليوت لإيه؟ زائر. برافو عليك كده. قالك burning fossil fuel and pollution. هل أما أنت مس هي بتعمل تاني واحدة ايه مس؟ smoke و air؟ اوكي، قالك هل أما أنت تعمل burning للفوسل فيول ده بيعمل لك pollution؟ تعالى يا عم نعرف سوا. احنا درسنا إن أنت ما تعمل burning للفوسل فيول بتعمل generate لإلكتريكال إنرجي. أول ما أنت تعمل بيرنينج فأنت كده بتعمل بوليوتس للإنفايرومنت اللي موجودة حواليك. قال لك يا سيدي إن البيبول نيد إنرجي تو أوبريت ترينز كارز شيبس، even more energy is needed to supply houses schools factories with electricity. أنت عشان تشغل القطر أو العربية أو وسائل المواصلات عموما بتحتاج كمية إنرجي كبيرة قوي، اكتر من الانرجي اللي انت بتستخدمها في البيت بتاعك او المدرسة او المصانع. فبالتالي عشان انت تاخد انرجي كتيرة محتاج ان انت تعمل للفوسيل فيول بيرند، زي ما تمسك الكول او الاويل او الناتشورال جاز تعمل لهم بيرند جوه الالكتريكال باور ستيشن زي ما خدنا الحصة اللي فاتت عشان نطلع منهم produced energy. بس البيرنينج دوت بيعمل ايه؟ بيعمل بوليوشن. فانت عشان تحافظ بقى على الهارمز اوف بيرنينج فوسيل فيول انفايرومنت لازم تبدأ تعمل خطوات عملية جوه المصنع بتاعك. طب احنا عايزين نعرف بقى البيرنينج بتاع الفوسيل فيول ده سبب لنا ايه في حياتنا؟ اكيد سبب لنا حاجات وحشة، اكيد طالما خدنا منه الكتريستي شيء كويس اكيد سبب لنا في نفس الوقت حاجات وحشه جدا. قال لك although burning fuel is used to generate electricity، على الرغم ان انت بتستخدمه في حاجه كويسه عشان تعمل electricity، في نفس الوقت هو make pollution، وبيعمل اما تيجي انت تعمل burning للكول او الاويل ده بيبروديوس حاجه اسمها carbon dioxide gas اللي احنا خدناه الترم الاولاني، ان احنا ما بنيجي نعمل بريسنج بناخد اكسجين جاز وجسمنا بيعمل جيت اوف للكربون دايكسيد. اما الكربون دايكسيد ده البرسنتج بتاعته بيحصل لها انكريز، النسبه بتاعته بيحصل لها زياده في الاتموسفير او في الهواء اللي موجود حوالينا، ده بيسبب لك حاجه اسمها اسيديك رين او بيسبب لك حاجه اسمها جلوبال وورمنج. اول حاجه ايه هو الاسيديك رين يا مس؟ الاسيديك رين دوت بيبقى يا سيدي ان الكربون دايكسيد حصل له كومباين ويز الووتر، يعني كان عندك ووتر كده موجوده في الاير، الاير بتاعك وهو طالع لفوق كده كان في شويه ووتر، لقيت قدامها كربون دايكسيد اتحدوا هما الاتنين سوا قاموا عملوا لك اسيديك رين. طب الاسيديك رين ده اللي هو المطر الحمضي دوت بيعمل لك ايه؟ او الامطار الحمضيه دي بتعمل لك ايه؟ قال لك اول ما بتسقط على الايرث بتبدأ تسبب لك death of the trees، الأشجار بتموت. تاني حاجة بتعمل لك change in the chemical natural of lakes and kill fish، تبدأ تأثر لك على الليكس البحيرات وتقتل الفيش اللي موجودة جواها. ايه تاني؟ تعمل لك مش change فاهم أوي. تاني. الأسيدي كرين معناه ايه؟ انت دلوقتي فضلتي تحرقي في الفوسيل فيول، تحرقي في الفوسيل فيول، طلع عندك كمية كربون دايكسيد في الجو كبيرة أوي، كمية كبيرة كبيرة يعني مش قليلة، الكمية فوق ما تتخيلي. فدلوقتي عندك الاير اللي موجود حواليكي بيكون في فصل الوينتر في حبيبات من المية، الاير بيبقى فيه حبيبات مية، ده شيء طبيعي شيء من عند ربنا. فأول ما حبيبات المية اللي موجودة في الاير دي تقابل الكربون دايكسيد يقوموا متحدين سوا، عملوا كده هو ده كربون دايكسيد ودي ووتر، هما الاتنين بقوا مع بعض كده كأنهم حاجة واحدة. أول ما يتحدوا سوا بيعملوا حاجة اسمها أسيد رين يعني أمطار حمضية. أول ما الأسيد رين ده يبدأ يتجمع، انت بيكون عندك الكلاود اللي هي السحابة
بتجمع جواها الووتر، تجمع جواها الووتر، تجمع جواها الووتر. اول ما السحابة تتملي بالووتر تبدأ تنزل لك رينز اللي هو الامطار. الامطار دي بتنزل فين؟ بتنزل على الارث، على الارض. فاول ما الامطار دي بتنزل بقى بتسبب مصايب، تسبب حاجات فظيعة الأطوار. هو ده اللي أنا بقولهولك هنا، ديت الأسباب بتاعة الأسيد رين أول ما ينزل على الأرض. وصلت ولا أقول تاني؟ وصلت يا مس. طب الحمد لله. إيه بقى الحاجات اللي بتسببها الأسيد رين أول ما تنزل على الأرض؟ Death of trees، بتموت ديس الأشجار اوف تريز. كلها. بالظبط كده، Death of trees. تشينج للليكس وتعمل كل الفش اللي موجودة انا في كده الأرض، وكمان بتعمل تشينج في الكيميكال ناتشرال بتاع السويل. لما تنزل على السويل الأرض الزراعية تغير في الكيميكال ناتشرال بتاعتها. ايه تاني؟ بتعمل ديسولفينج للسام روكس انكلودينج روكس يوزد فور بيلدينج. لو انت حاطط شوية طوب كده وانت هتستخدمهم عشان تبني بيهم عمارة، تلاقي ان الاسيد رين ده نزل عليهم وبدأ يعمل لهم ديسولفينج. يعني ايه مس ديسولفينج؟ يعني يذوبهم. بدل ما كان عندك الروك جميلة شكلها كده مكعب، تلاقي الروك دي اتكسرت وبقى شكلها معفن قوي، وبدأت يحصل لها ديسولفينج بسبب الأسيد رين. يبقى الأسيد رين حصل بسبب بس ان انا عملت بيرنينج للفوسيل فيول. يبقى انا باخد من الفوسيل فيول حاجة حلوة، بس في نفس الوقت بيسبب لي حاجة وحشة جدا وهي الأسيد رين. طيب بيسبب لي ايه تاني البيرنينج بتاع الفوسيل فيول ده؟ قال لك بيسبب لك الجلوبال وورمنج، وده على فكره احنا عشناه كلنا في فصل الصيف اللي فات. لو انت خدت بالك فصل السمر اللي فات كان فصل صعب قوي قوي قوي، بالذات ان درجه الحراره كلنا ما كناش مستحملينها، كنا حرفيا بناخد شاور 3 تايمز ان ذا داي، بناخد مليون الف مره شاور في اليوم بسبب ان درجه الحراره كانت شديده، كانت الدنيا حر انا لا، قوي قوي. ايه تقولي ايه؟ انا ما كنتش باخد 3 تايمز الجو، ما كنت بتعدي ايه 4 تايمز ولا كنت بتعدي ايه ما كنتش باخد حاجة. اصلا؟ ما كنت تستخدمي، بتعيشي في الجو ده ازاي؟ طيب الدنيا كانت حر قوي. من ايد التكييف. لا قولي. الناس عندنا كانت ساقعة خالص، كانت الدنيا عندنا كانت ساقعة خالص. لا احنا عندنا في مصر كان الجو صعب قوي، ده هو فعلا ما كان لا يطاق. الناس اللي ما عندهاش تكييف زي حالتي كده كنا بنتسلق، كنا بنبقى مطاطس مسلوقة. فقال لك سبب أنا ان، عندي طب الحمد لله ربنا يرزقني زيكم حبايب قلبي. فقال لك اما يكون عندك الجو صعب قوي كده في فصل الصيف، ده سببه ايه؟ ده سببه الجلوبال وورم. الجلوبال وورمنج بقى ايه هو؟ قال لك الجلوبال وورمنج ده بيحصل بسبب ان انت عندك حصل increase للاماونت بتاع الكربون دايوكسيد، كمية الكربون دايوكسيد في الجو كترت جدا، فبدأت تعمل لاير ان ذا اتموسفير، بدأت تعمل طبقة كده. ده كده كوكب الأرض بتاعنا، فبدأ ان هو تحصل طبقة كده من جوه، الطبقة دي كلها كربون دايوكسيد جاز. فقال لك الطبقة دي بدأت تعمل ترابس للهيت اون ايرث، بدأت ان هي تحبس الاتموسفير او كل الحراره اللي داخلنا من الصن تحبسها جوه الارض، لدرجه ان انت حصل عندك ايه؟ حصل عندك slow rise in the earth's temperature، درجه حراره الارض عليت قوي قوي قوي، وكلنا ما كناش قادرين نستحمل درجه الحراره ديت. فهو ده بقى الجلوبال وورمنج، ان كميه الكربون دايوكسيد زادت عملت لاير، واللاير دي بدأت تحبس كمية الريز اللي جاية لنا من الصن، تحبسها جوه الأرض ما تطلعهاش تاني. يعني الطبيعي إن الصن بتدينا ريز والريز دي تخرج تاني من الأرض، قالك بقى الطبقة اللي حصلت في النص دي خلت الريز ما تطلعش، يعني الشمس تدينا الحرارة والحرارة ما تخرجش تاني. فعشان كده احنا كنا بنسيح في فصل الصيف اللي فات ده، بالذات في الناس اللي عايشة في مصر هي كده يعرفوا الكلام ده، الناس اللي عايشين بره دول كانوا بره البلد يعني فما يعرفوش. أنا كنت عايشة في مصر السنة اللي فاتت. طب الحمد لله، اكيد طبعا عشتي معانا جو الاحتباس الحراري اللي كنا فيه ده. فقال لك الاسيد رين او الجلوبال وورمنج أيوة الاثنين حصلوا بسبب البيرنينج بتاع الفوسيل فيول. الفوسيل فيول بيدينا حاجه حلوه،
بس في نفس الوقت عمل حاجات وحشة كتير قوي، من ضمنها الأسيد رين والجلوبال وورم. على فكرة الجلوبال وورمينج ديت حاجة حاجة مش حلوة، لأ حاجة وحشة قوي بتحصل، بس هي مهمة قوي عندكم في المنهج، يعني هيجي يسألكوا عليها في الامتحان أكيد، ده شيء أكيد يعني، فانتوا لازم تحفظوها كويس وتعرفوا بتعمل ايه على الارث. ميس بدل هي حاجة وحشة أوي بناخدها. ما انت بتاخديها عشان تحاولي تحافظي على الارث وما تخليش كمية الكربون دايوكسيد تزيد. طب تقولي لي اعمل ده ازاي يا ميس وانا صغنونة؟ هقولك لا، عشان لما تكبري يعني يبقى عندك سن كبير زي حالتي كده، تعرفي ان انت تأثري على البيئة تأثير كويس، ما تأثريش عليها تأثير سلبي، بس دي الفكرة يعني. ماشي، قال لك how to reduce acid rain and global warming، ازاي ان احنا نخفف شوية تأثير الاسيد رين وتأثير الجلوبال وورمينج في حياتنا. قال لك the best solution to reduce، افضل حل عشان تعمل reduce للاسيد رين والجلوبال وورمينج is to conserve energy. ابسط حل واحسن حل كلنا نعمله ان احنا نقلل استخدام الانرجي في حياتنا. لو انا قللت الاستخدام وانت قللت الاستخدام وادم قلل الاستخدام وكل اللي قاعدين معانا في السيشن قللوا الاستخدام، ده هيؤدي لايه؟ ان كمية الانرجي بتكون قليلة، فبالتالي احنا نستخدم كمية فوسيل فيول قليل، فبالتالي ما نعملش بوليوشن كبير. لكن لو انت استخدمت كتير وانا استخدمت كتير وفريدة استخدمت كتير وادم استخدم كتير، كده كمية الانرجي هتبقى كبيرة قوي، فيحتاجوا ان هم يعملوا بيرنينج للفوسيل فيول اكتر، فبالتالي يحصل عندنا جلوبال وورمنج ازيد وازيد وازيد. دي الفكره بقى، ان انا لما اعمل ريديوس لليوسج اوف انرجي واقلل، اعمل كمان بيرنينج للفوسيل فيول ديكريزز هو كمان، ده هيقلل عندي ان انا اعمل كربون دايوكسيد في الاير وكربون دايوكسيد في البريث اللي انا بستخدمه، فبالتالي هيبقى كمية الكربون دايوكسيد very decreases، فيبقى الاير بتاعي فيه اكسجين بكمية مناسبة، كربون دايوكسيد بكمية مناسبة، فما يحصلش بس عندي ما فيش صوت. مفيش صوت. لا في مفيش صوت ازاي يعني؟ تخضتني انا، لا واصلة في فيش صوت، بشرة. كان في حد بس بيتصل عليك ما كانش في صوت. ايوه، اوكي ماشي. فبالتالي بيقول لك ال conserving energy not only reduce pollution، لما انت تعمل conserve لل energy مش بس بيقلل لك ال pollution، لا ده كمان also conserve non renewable اللي هو ال fossil fuel. لما انت تقلل استخدام ال energy في حياتك انت بتقلل ال pollution، وكمان بتحافظ على ال non renewable energy زي ال fossil fuel، فبالتالي انت كده keeps the earth clean، بتحافظ على الأرض بتاعتك تفضل نظيفة وتفضل صحية، ونفضل كلنا عايشين في أمان وثبات ونبات. تمام، تعالوا بقى نحل حلوين سوا. يلا يا سمير، مبقاش صوتك النهاردة. Increasing of dash gas that forms air in the dash. Increasing of A Carbon لا dioxide. برافو عليك، كربون دايوكسيد بيعمل لاير ان ايه بقى؟ اتموسفير. برافو عليك شطور، اتموسفير. اوكي يلا يا ابراهيم اللي بعده. ابراهيم سامعني؟ كربون دايوكسيد غاز combines with water in the air to form rain. اسمه ايه؟ رين بقى. Rocks. لا،
كنت بقول ايه؟ رين وجلوبال وورمينج. توربين. لا، تختار من الكلمات دي. انت رحت فين يعني؟ ليكس لا، اسيد رين. اسيد، مش كنت بقول لك اسمها اسيد رين اند جلوبال وورمينج؟ يلا يا فريدة، الافكت. Okay. Climate change such as increasing the Earth's temperature. برافو عليك، increasing Earth temperature. يلا يا سلمى، سلمى أقول ماشي. change in the chemical natural. natural of north and dissolving of change in the chemical natural of lakes برافو عليكي، ليكس. and dissolving of rocks. روكس. برافو عليكي، الروكس هي اللي يحصل لها ديسولف. اوكي تمام. هنا بقى بيقول لك ازاي تعمل كونسيرفنج للفوسل فيولز، بما ان انت الفوسل فيول ده سبب لك حاجات وحشة قوي، وانت عرفت الحاجات الوحشه قوي دي بتاثر عليك ازاي، فانت لازم تعمل كونسيرف. قال لك يا سيدي ان الفوسل فيول ديت are formed over millions of years، بتاخد ملايين السنين عشان تتعمل. This means that fossil fuels cannot be replaced quickly. أول ما يخلصوا منك مش هتقدر انت تعملهم بسرعة. This is a limited amount of fossil fuel available on Earth. وبالتالي كميتهم بتبقى limited، محددة وصغيرة مش كبيرة على الأرض كلها. والفوسل فيول ده will run out from the earth if we don't reduce using fossil fuel. لو احنا ما قللناش استخدامه وحافظنا عليه بصورة مناسبة، كميته هتخلص، يحصل لها run out من الارث كلها اللي احنا عايشين عليها. قال لك some ways to conserve fossil fuel، بعض الطرق اللي بنستخدمها عشان نحافظ على الفوسيل فيول. Number one, walking or using bicycles instead of driving a car. لو انت مدرستك قريبة ممكن ان انت تركب عجلة وانت رايح المدرسة بدل ما ان انت تركب الباص او تركب العربية. اما لو مثلا المدرسة بتاعتك بعيدة فانت خلاص هتضطر تركب باص، اما لو قريبة مثلا فانت ليه تركب باص، ما تركبش باص. تاني حاجة turning off the light when you are not in the room. لو انت قاعد دلوقتي بتسمع السيشن في الأوضة بتاعتك، ما ينفعش تسيب نور الأوض كلها مفتوحة، اقفل نور الأوض حتى عشان كمان ما تدفعش كهربا كتير. وده برضو من ضمن الكونسيرف بتاع الفوسل فيول. تالت حاجة، ودي حاجة غالية شوية، ان احنا نعمل replacing fossil fuel with renewable energy، نستخدم الحاجات اللي ربنا خلقها بدل ما نستخدم فوسيل فيول، زي مثلا نستخدم الووتر اند ويند توربينز او السولار انرجي عشان نعمل منهم ايه، عشان نعمل منهم الكتريستي. ده اللي احنا باذن الله هندرسه الكونسبت الجاي، ازاي نعمل انرجي من الرينيبل انرجي ريسورس. تمام، وده بيكون فيري اكسبنسيف، غالي قوي. امريكا بدات تتبع الحوار ده، ولكن عندنا في مصر صعب علينا ان احنا نعمله. قال لك يا سيدي ال disadvantages of using fossil fuel to produce energy، ايه هي العيوب بتاعت ان احنا نستخدم الفوسيل فيول ده عشان نطلع منه energy؟ قال لك يا سيدي when
some forms of fossil fuel are burned. أما أنت تحرق الفوسل فيول زي release gases، بيطلع منه gases زي الكربون دايوكسيد gas، ده بيسبب لك air pollution، بيسبب لك تلوث الهواء، في نفس الوقت بيسبب لك trap heat in the atmosphere، حبس الهواء جوه الأتموسفير، ويسبب لك حاجة اسمها global warming اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه. ايه هو ال global warming؟ اللي هو rises temperature on the earth، ان انت ترفع درجة الحرارة بتاعة الأرض، ودرجة الحرارة دي مش بتنزل أبدا، تفضل على طول الدنيا حر الدنيا حر الدنيا حر الدنيا حر، فده بيبدأ يأثر على ال people وعلى ال plant وعلى كمان ال animal. خد عندك نوت. ايه هي النوت ديت؟ ان هو using renewable energy resource، ان احنا لازم نستخدم ال renewable energy resource زي ال wind زي ال water زي ال solar energy instead of fossil fuel to means that our energy resource will not run out، عشان المصادر ال renewable دي عمرها ما بتخلص، بتفضل موجودة على طول، بس في نفس الوقت هي بتبقى very expensive، ولكن ده هيساعدنا شوية ان احنا نحافظ على الـ Earth's temperature will not increase، نحافظ إن ما يحصلش pollution، نحافظ إن ما يحصلش global warming، نحافظ إن ما يحصلش acid rain بسبب الـ fossil fuel. وده كله أنت كهيومن اللي تقدر تعمل الكلام ده، عشان كده هما بيخليكوا تدرسوا الكلام ده من وانتوا صغير. تمام، يلا ياسين حلنا number one. ياسين أيوة مس The amount of fossil fuel on Earth is unlimited. تبقى false. برافو عليك، الأماونت بتاعه ليميت. يلا يا إدم. حاضر يا مس. ثانية producing energy from renewable cost us less money than producing energy from fossil fuel. True. يا راجل costless money، ده انا عمال اقول لك expensive. لا انا فكرت لون النمو. والله اتلخبطت. ولا يهم. يلا يا سمير. Using cars instead of bicycles is a way to conserve fossil fuels. فولتس. فولس، اكيد المفروض العكس، نستخدم البايسيكل instead of cars. يلا يا ابراهيم. The gases released from brain were fused all to the environment. مين مش المفروض نمبر 3 ترو؟ لا، بيقول لك using cars، تستخدمي الكارز بدل البايسيكل، هل الكلام ده صحيح؟ انت المدرسة لو جنب البيت تركبي عربية بدل ما تركبي عجلة؟ ماشي. يلا يا ابراهيم، بيقول لك gases released from burning fossil fuel pollute the environment. ترو. True، اكيد طبعا، احنا كنا لسه عمالين نقول ان الكربون دايوكسيد اللي بيطلع من البيرنينج فوسيل فيول بيعمل لنا جلوبال وارمينج، اسيد رين، بيعمل لنا حاجات وحشه كتير.